دكتور أيمن، طبعا أنا يعني عايزة أستغل معرفتك الكبيرة جدا جدا بالواقع الأمريكي، وعايزة أسأل عن مصر. يعني مثلا الرأي العام الأمريكي الآن كيف يراها؟ الرأي العام الأمريكي حسب نوع الرأي العام الأمريكي اللي حضرتك تقصد. إن كان الرأي العام كما تعكسه وسائل الإعلام فده ممكن نتكلم على حاجة، أما الرأي العام كما تعكسه دراسات الجمهور فده حاجة، والرأي العام كما يمثله السياسيون والاقتصاديون ورجال الحكم دي حاجة تانية. لكن أنا اللي مهتم بيه بالنسبة لي وجزئية اللي هي دراسات الرأي العام المتعلقة بالجمهور وقياسات الجمهور. جالوب، وده أشهر مركز دراسات رأي عام في الولايات المتحدة، بيجري سنويا في شهر فبراير من كل عام استطلاعا دوليا حول الاتجاهات نحو الدول المختلفة في نحو دول العالم المختلفة، وبيسألهم ما انطباعك أو ما اتجاهك نحو الدول الآتية. مصر دولة من الدول اللي موجودة في القياسات الرأي العام الأمريكية، أو في جالوب، في الدراسة بتاعت جالوب الدولية دي من 91. احنا السنة دي مثلا في شهر فبراير اللي فات كان عندنا 59% إيجابي، وكان عندنا 27% إلى حد ما، وكان عندنا أو غير إيجابي، وكان عندنا نسبة 13 أو 14% غير قادرين على التحديد أو غير ذلك. مصر تقع في بالنسبة للمواطن الأمريكي أو بالنسبة في المنطقة أيضا الوسطى، اللي بتضم بعض الدول زي فرنسا، بعض الدول زي إسرائيل حتى. يعني الفرق في التشارتس اللي بتتعمل بنجد أن إسرائيل ومصر وفرنسا وبعض الدول القريبة في نفس الكاتيجوري أو في نفس الإطار اللي هو الوسط. لا هي في الدول الباردة زي العراق وإيران وكوريا الشمالية وغيرها، ولا هي في الدول ذات العلاقات الدافئة والساخنة زي كندا واليابان وبعض الدول الأخرى. منطقة هي وسط. في منطقة وسط. بتزداد الاتجاهات الإيجابية نحو مصر لدى الشباب أكثر من كبار السن، لدى السود أكثر منها لدى البيض، لدى الديمقراطيين أكثر منها لدى الجمهوريين، لدى البروتستانت أكتر منها لدى الكاثوليك، وهكذا. هناك تنوع، لكن الفروق بصفة عامة غير ذات دلالة، ما نقدرش نقول هي في مجملها ماشية، لكن هناك بعض الاختلافات الفردية أو الاختلافات البسيطة ما بين الاتجاهات المختلفة في اتجاهات الرأي العام. من 2014 احنا كنا عندنا وصلنا إلى في 2011 و2012 وخصوصا 2012 و13 كانت وصلنا إلى أقل درجة إيجابية في اتجاه المواطن الأمريكي نحو مصر. من 2014 رجعت تاني إلى صدارتها في تزايد مستمر، هو تزايد تدريجي لكنه مؤشر على أن الأمور لم تعد كما كانت في 2012 و2013.